السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الملخص الأسبوعي لأخبار دي سي. وحلقة النهاردة هتكون حلقة خفيفة شوية ما فيهاش أخبار كتير، علشان كده هناخد معظم الحلقة في الحديث عن الأشياء اللي أنا عاوز أشوفها في بدلة سوبرمان الجديدة، بما إن خلاص الفيلم هيبدأ تصوير الأسبوع اللي جاي. فما تنساش بقى تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على أول خبر معانا، وهو عن إشاعة اختيار الممثل الخاص بشخصية بوستر جولد. ودي الإشاعة اللي طلعها واحد اسمه دانيال ار بي كي. ودانيال ار بي كي معظم اخباره بتكون صحيحه، في جزء بيبقى خطا، لكن في الغالب الاخبار بتاعته بتكون مظبوطه، وانا مع الخبر ده ان هو فعلا الشخصيه ممكن يكون اتعمل لها كاستنج، واتمنى انه يكون كريس برات لانه لايق جدا على الشخصيه. بس بغض النظر عن مين هو الممثل اللي هيعمل الشخصيه، كريس برات او غيره، فانا متاكد ان هم هيختاروا الممثل المناسب للشخصيه وهيركزوا جامد جدا في اختياراتهم، لان الشخصيه دي شخصية مختلفة وشخصية صعبة جدا ومحتاجة ممثل من نوعية خاصة. تاني خبر معانا، وهو ان في فيلم انيميشن في مرحلة التطوير حاليا داخل دي سي ستوديوز عن جراسيك ليج، وده هيبقى طبعا من انتاج جيمس جان، والكاتب هيكون براين لينش، وده اللي عمل فيلم بوس ان بوتس وعمل فيلم مينيونز، افلام قوية مش اي كلام يعني. طبعا هل ده فيلم هينزل في السينما ولا على ماكس؟ بالتأكيد هينزل في السينما، لان ديفيد زازلاف طبعا كان قايل ان مفيش افلام هتتعمل مخصصة لماكس، كل الافلام هتنتج علشان تنزل في السينما. وفيلم زي ده طبعا هو موجه للاطفال بشكل اكبر، لانهم بيحبوا عامة الفكرة بتاعة الديناصورات والحاجات دي. فطبعا من وجهة نظر الشخصية ان الفيلم ده نجاحه هيعتمد بشكل كبير على نجاح العالم السينمائي بتاعك. لو العالم السينمائي كان ناجح وقدرت تكون قاعدة جماهيرية كبيرة، فالفيلم ده هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا ان هو ينجح. علشان كده ما اعتقدش ان هو هينزل في الوقت الحالي، زي كده فيلم باتمان بيوند اللي انا متأكد ان هو في مرحلة ما هيتعمل. فالفيلم ده لازم يكون جودته عالية جدا وياخد تقييمات كويسة من النقاد، وفي نفس الوقت تعمل له ماركتينج كويس قوي. في الحالة دي نضمن ان هو ممكن يجيب فلوس، على الاقل ان هو يجيب فلوس الميزانية بتاعته. تالت حاجة معانا، وهي ان ديفيد زازلف قال ان هو شاف الخطة بتاعة جيمس جان، وان هما في الشهور الجاية هيعلنوا عن باقي الخطة. طبعا هيعلنوا عنها فين؟ لاما في فيديو او من خلال الكوميك كون بتاع السنة دي اللي هو هينزل في شهر 7. وانا ارجح ان هو يكون في الكوميك كون، لانك محتاج ان انت تعرض الخطة على اكبر عدد من الجمهور، مش مجرد فيديو ينزل على اليوتيوب وخلاص. بس بالنسبة لي اشوف ان هو ما يعلنش عن الخطة كاملة، على الاقل يعني يعلن عن باقي اعمال الشابتر الاول، واللي هم يبقى فيهم مثلا لسه 8 او 10 اعمال تانية ما تمش الاعلان عنها، وفي نفس الوقت تدينا تفاصيل اكتر عن الاعمال اللي موجودة في الوقت الحالي، وتورينا الكاستنج والمخرجين اللي موجودين. لكن مش فكرة كويسة قوي ان انت تعلن عن العالم السينمائي بتاعك بالكامل واحنا لسه اول فيلم منزلش. ودي طبعا وجهة نظر، يعني ممكن تبقى صح او غلط. رابع حاجة معانا، وهي مقال اتكلم عن ان ميزانية فيلم سوبرمان ليجاسي هتوصل ل 364 مليون دولار، ودي بقى يعني هبداية من العيار الثقيل. يعني المفروض لما تعمل هبداية زي دي تخليها منطقية شوية علشان الناس تصدقها، مش ان انت تبالغ فيها قوي كده. طبعا لا يمكن ان الفيلم يوصل ل 364 مليون، واصلا صعب جدا ان انت تعرف ميزانية الفيلم في الوقت الحالي وهو لسه ما بدأش تصوير. انت ممكن تعرف او تخمن الميزانية هتبقى قد ايه بعد الانتهاء من التصوير، لكن دلوقتي الموضوع صعب جدا. تاني حاجة، ايه اللي يخلي الفيلم ميزانيته توصل للرقم ده، خصوصا ان انت اصلا الممثلين اللي جايبهم هم ممثلين مش من الصف الاول، فبالتالي الاجور بتاعتهم ما هياش عالية. وبعدين 364 مليون دولار ميزانية علشان تعمل في فيلم، فالفيلم محتاج ان هو يجيب من 950 لمليار دولار علشان يعمل بريك ايفن فقط، مش علشان يحقق ربح. هل انت متخيل ان شركة الانتاج ممكن تدفع فلوس بالرقم ده في ميزانية الفيلم بتبدأ بيه عالم سينمائي جديد؟ ما انتش ضامن هو يجيب فلوس كتيرة ولا لا، خصوصا بعد الفشل اللي حققه العالم القديم فيلم ورا التاني. فتبدأ العالم الجديد بفيلم ميزانيته ضخمة زي دي، وهيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا ان انت تعمل بريك ايفن. انا متأكد ان الفيلم هيجيب ايرادات، بس متوسط الايرادات اللي ممكن يجيبها توصل ل 700 مليون، مش ان انت تجيب مليار. صعب جدا في فيلم انت بتبدا بيه عالم سينمائي ان هو يعمل الرقم ده. ده فيلم باتمان نفسه اللي هو الشخصيه الاقوى عندك، اللي هو اي فيلم بيتعمل لها بيجيب ايرادات. ميزانيته الاساسيه كانت 185 مليون، وبعد الريشوتس وطبعا التاجيلات اللي اتعملت بسبب الكورونا الميزانيه وصلت ل 200 مليون، والفيلم جاب في الاخر 770 مليون. فانت مستحيل ان انت تحط رقم زي ده في فيلم سوبرمان ليجاسي، وبالكتير قوي الفيلم هيبقى ميزانيته من 200 ل
225 مليون دولار. خامس حاجة معانا قبل ما نخش على الشكل بتاع البدلة اللي انا عايز اشوفه، وهو ان في كاست جديد بينضم لفيلم سوبرمان ليجاسي، وطبعا الممثل اللي هيكون تيرنس روزمور اللي هيقوم بدور اوتس، واوتس ده هيكون مساعد ليكس لوثر. طبعا ظهر في الفيلم بتاع سوبرمان الخاص بكريستوفر ريفز، وده يبين لك ان دور ليكس لوثر هيبقى دور كبير، ما هوش دور ثانوي، بس ما زلت اعتقد انه مش هو اللي هيكون الشرير الرئيسي بتاع الفيلم، في شرير تاني هيكون موجود، واعتقد جيمس جان سايبه كمفاجأة بالنسبة للفانس، مش هنعرفه غير لما الفيلم يبدأ تصوير. كمان في طبعا شخصيات تانية لسه ما تمش الاعلان عنها في الكاستنج، في الفترة اللي جاية طبعا هيتم الاعلان عنها، ولكن الشخصيات الرئيسية في الفيلم خلاص تم الاعلان عنها بالشكل ده. ندخل بقى على اخر حاجة معانا، وهي ان ريتشل بروزنن طبعا اتسألت عن التحضيرات اللي هي بتعملها لشخصية لويس لين، وقالت طبعا ان هي عملوا خلاص التيبل ريدنج الاول للفيلم، والتصوير هيبدأ الاسبوع اللي جاي، وان هي كمان شافت بدلة سوبرمان وعجبتها جدا. طبعا ممكن الناس تقول ان هي بالتأكيد لازم تقول ان البدلة حلوة، حتى لو هي ما عجبتهاش هتقول نفس الكلام ده، بس الكلام ده ممكن يبقى حقيقي لو هي اتسألت عن البدلة، فبالتالي ردها بالتأكيد هتقول لك ان البدلة كويسة، لا يمكن هتقول عليها ان هي وحشة، لكن هي اصلا ما اتسألتش عن البدلة، هو الكلام جاب بعضه واتكلمت عن البدلة وقالت ان البدلة حلوة جدا. وانا بالنسبة لي متأكد ان البدلة هتبقى كويسة قوي، ومن كلام ريتشل بوزنن واضح ان البدلة مش هتكون مثيرة للغط، خصوصا ان مصممة الازياء هي جوديانا ماكوفيسكي اللي عملت افلام زي افنجرز انفينيتي وور واند جيم، عملت الجارديانز، عملت كمان فيلم زي الفيلم بتاع وينتر سولجر وسيفل وور، وبالنسبة لي بدلة كابتن امريكا في وينتر سولجر كانت افضل بدلة اتعملت للشخصية دي في كل الافلام اللي ظهر فيها، وهي من الحاجات اللي خلتني احب فيلم وينتر سولجر بشكل كبير، وما زال الفيلم ده تقريبا هو من افضل الافلام بالنسبة لي داخل الMCU ان لم يكن الافضل. فلما هتعمل لك بدلة لسوبرمان وفقا للشغل بتاعها القديم، فبالتأكيد البدلة هتبقى تقيلة قوي. طيب ايه الحاجات بقى اللي انا محتاج اشوفها في البدلة؟ نمرة واحد، نتكلم عن الماتيريال نفسها. الماتيريال اللي هيبقى مصنوع منها البدلة لازم تبقى سباندكس، ما تبقاش قماش زي بدلة سوبرمان ريتيرنز، ولا تبقى مبطنة من الداخل زي البدلة بتاعت سوبرمان اند لويس. انا عايزها تكون بدلة سباندكس من اللي هي بتبقى ماسكة في الجسم زي بتاعت مان اوف ستيل كده، بالذات ان هي هتبقى شكلها مميز جدا مع الشيبنج الجسماني الخاص بديفيد كورنسويت، بما انه طويل والشكل العضلي بتاعه نوعا ما شريدد اكتر، ناشف مش منفوخ زي بتاع هنري كافل، فشكله هيبقى جامد جدا في البدلة لو هي من النوع ده. تاني حاجة وهي الالوان، الالوان بالتأكيد لازم تكون وسط، يعني لا تكون فاتحة قوي زي بتاعت كريستوفر ريفز، ولا تكون غامقة زي بتاعت مان اوف ستيل وسوبرمان اند لويس، لازم تبقى حاجة وسط ما بين الاتنين بتعبر عن شخصية سوبرمان اللي هو رمز الامل والتفاؤل، نفس الوقت بتعبر عن التون بتاع الفيلم اللي هو برضو هيبقى تون وسطي، لا هو كوميدي لايت ولا هو مظلم. تالت حاجة وهي الشعار، طبعا سمعنا في الفترة الاخيرة ان الشعار هيبقى بتاع الكيندوم كام، وطبعا بالنسبة لي اشوف ان فعلا ده الشعار اللي هيبقى موجود هيبقى مستوحى من التصميم بتاع كيندوم كام، لكن بالتأكيد مش هيبقى الشعار الاحمر في اسود، وده لاسباب كتير قوي. شعار سوبرمان هو تاني اشهر شعار على مستوى العالم، الكل عارف شعار سوبرمان بانه هو لونه احمر اصفر، فانت بتعمل فيلم سوبرمان بممثل جديد وبتعمل عالم سينمائي جديد، يعني بتحاول لسه تبني القاعدة الجماهيرية بتاعتك من الصفر، مش بتعمل فيلم لقصة مستقلة عن سوبرمان، فلازم تستخدم هنا الشعار التقليدي اللي كل الناس عارفاه واللي هو هيكون الاحمر اصفر. مستوحى من ايه بقى؟ ما تفرقش، الشعارات بتاعه سوبرمان كلها مشابهه لبعض، بس كلامنا كله عن الالوان المستخدمه، صعب جدا ان هو يستعمل الشعار الاحمر في اسود، وهتبقى غلطه كبيره من جيمس جان لو عمل حاجه زي كده، لكن انا واثق في ذكائه نوعا ما انه لا يمكن ان هو يعمل حاجه بالشكل ده. كمان اتمنى ان الشعار الخلفي يبقى موجود، اللي هو الشعار اللي بيبقى على العباءه بتاعته من ورا زي اللي كان في سوبرمان بتاع كريستوفر ريفز، بس ما تبقاش بنفس الشكل، يعني ما يبقاش الاصفر الفاقع دوت، انا عايزه يبقى محفور داخل الكيب نفسها، وده علشان في مشاهد الطيران الشعار ده هيفرق جامد جدا في ان هو هيشد تركيز المشاهدين للشخصيه وهي بتطير، فده هيفرق قوي معاك، انت ممكن ما تبقاش حاسس بده دلوقتي لكن في مشاهد الطيران هيفرق جامد معاك. واخيرا بقى الحاجه اللي ممكن تسبب لغط كبير جدا ما بين الفانز لو طلعت موجوده، وهي الترانكس. الترانكس بالنسبه لي مش هتفرق موجوده او مش موجوده، ولكن هتفرق مع فانز كتيره جدا وممكن تشتت تركيزهم عن جوده الفيلم، فبالتالي احنا مش محتاجين حاجه زي كده برضو في اول فيلم بنعمله، فالترانكس لازم
لازم ما تبقاش موجودة، لانك محتاج ان انت تجذب اكبر عدد من الفانز مش تفرق. والبدلة من غير ترانكس هتكون مناسبة اكتر للشكل الواقعي او الشكل اللي موجود في الوقت المعاصر، بس لازم يكون في حزام. الحزام هو حاجة وسط كده ما بين ان انت عامل الشكل المناسب للوقت الحالي وفي نفس الوقت شايل الترانكس، بس حاطط الاهمية او الفايدة بتاعة الترانكس. الترانكس بتبقى محطوطة علشان تفصل ما بين الجزء العلوي والسفلي اللي موجود في البدلة، ما تبينهاش ان هي قطعة واحدة كده. حتى البدل اللي هي ما بتبقاش فيها ترانكس دايما هتلاقي فيه حزام في النص علشان يفرق القسم الفوق عن اللي تحت. بدلة مان اوف ستيل للأسف ما كانش فيها الحتة دي، فنوعا ما كانت مقصرة شوية على الشكل العام بتاع البدلة وما كانتش عجباني فيها الجزئية دي تحديدا. فاعتقد ان الحزام هيبقى موجود، والحزام طبعا لازم يبقى لونه احمر مش اصفر، يبقى لون البوتس بتاعته، فده طبعا هيعمل الفاصل ما بين الجزء العلوي والسفلي، في نفس الوقت هيدي ستايل جامد جدا للبدلة، زائد ان هو هيظهر الكونتراست اللي موجود في الالوان كلها الموجودة في البدلة، سواء اللون الاحمر او الاصفر او الازرق. فدي كل الحاجات اللي انا محتاج اشوفها في البدلة، بغض النظر بقى عن تصميم البدلة نفسه بقى والشكل العام بتاع الشعار هيبقى عامل ازاي، شكل الجزمة هتبقى عاملة ازاي، البدلة هتبقى برقبة ولا من غير رقبة، الحاجات دي كلها مش فارقة معايا قوي قد ما انا فارق معايا الماتيريال والالوان اللي هتكون مستخدمة. فالحاجات دي لو موجودة في البدلة فانا بأكد لك انها هتفرق جامد جدا مع الفانز وهتزود حماسهم للفيلم بشكل كبير، حتى بالنسبة للكارهين واللي هم مستنيين اي حاجة علشان ينتقدوا عليها الفيلم. بس كده، دي كانت كل حاجة في حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.